لنقاش ملف التعليم في العراق ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان الأكاديمي والباحث العراقي صباح علو. أهلا بكم دكتور. أهلا ومرحبا بكم. مع بدء العام الدراسي في العراق اعتبرت المنظمة الأممية للطفولة يونيسف بأن خدمات التعليم وحماية الطفل المتاحة في العراق محدودة للغاية. برأيكم من المسؤول عن هذا الانحدار في مستوى التعليم بالعراق؟ حقيقة ما حصل منذ فترة أكثر من 20 سنة أو أكثر ولغاية اليوم، خصوصا الأزمات الخانقة التي يعيشها العراق منذ 2003 ولغاية الآن، تتراكم بشكل كبير جدا ينعكس بالدرجة الأساسية والأولى على الأطفال، خصوصا الطلبة، من حيث توفير الخدمات التعليمية الحقيقية التي تنهض بالعراق لم تتوفر، وما زال ولغاية اليوم لم تكن هناك برامج واضحة لعملية تطوير العملية التعليمية التي تتراجع يوما بعد آخر. وهناك جملة من الأسباب تتمثل أولا انخفاض التخصيصات في الموازنات السنوية. مثال على ذلك، في عام 2017 تم تخصيص 1.2 مليار دولار للعملية التعليمية سنويا بما فيها أجور ومرتبات المعلمين وغيره. لو قارنا هذا التخصيص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لل 2017 أيضا خصص لوزارة العمل 1.8 مليار دولار، وكذلك أيضا خصص لرئاسة مجلس الوزراء 1.5 مليار دولار من غير المؤسسات الملحقة برئاسة الوزراء. إذن هناك حالة من الإهمال في البرامج والتخصيصات. بالحديث عن هذه دكتور، بالحديث عن هذه الميزانيات الضخمة التي خصصت للتعليم ولم يتم استغلالها كما يجب ولم يتم استغلالها البتة، ما مدى جدية الحكومة الحالية والمقبلة في إعادة إعمار معظم مدارس الجانب الأيمن مثلا في الموصل والتي تشهد دمارا كاملا أو جزئيا؟ قبل حصول عمليات تحرير الموصل ودمار البنية التحتية سواء في التعليم أو في غيرها في مدينة الموصل في عام 2015، حقيقة العراق بحاجة إلى ما يقدر بحدود حوالي أكثر من 9000 مدرسة كمباني. أما ما حصل في المناطق كالموصل، محافظة الموصل وغيرها من المحافظات التي تم تحريرها من الإرهاب في داعش وغيره، حقيقة ازداد العدد إلى ما يقارب 15,000 مدرسة بحاجة ماسة. وأنجز العراق في 2015 فقط 150 مدرسة من أصل 9,000، وهذا هو الذي يشكل خطرا كبيرا في عمليات الدوام المزدوج والثلاثي والبحث عن وجود مدارس أشبه بالكرفانات بدون أسجة أو بدون أي خدمات وبنية تحتية في داخل المدارس. هذا يشكل لنا خطرا تراكميا يؤدي إلى ابتعاد وخروج الطلبة من العملية التعليمية، حيث يرفد العراق سنويا نتيجة النمو السكاني أكثر من 300,000 طالب جديد يذهبون إلى المدرسة. يعني لو قسمناهم إلى عدد 1,000 طالب في المدرسة الواحدة، إذا نحن نحتاج إلى أكثر من 3,000 مدرسة سنويا. ربما هذا ما يقودنا للتساؤل عن مستقبل التعليم في العراق، كيف يبدو في ظل إعادة تدوير نفس الوجوه في الحكومة المقبلة؟ حقيقة لا توجد برامج أو سياسة واضحة للمعالم، وأنا أعطيتك أنه عندما يخصص 1.5 مليار لرئاسة الوزراء، 1.5 مليار ويخصص للتعليم بالعراق جميعاً 1.2 مليار، يعني هذه كارثة كبيرة جدا. هناك تقتير من الناحية المالية، إضافة إلى حالة الفساد الموجودة
في مسألة عمليات العقود، البناء، عمليات التجهيز، الاستعداد للعام الجديد. هذه كلها تشكل لنا حالة من حالات التراجع في العملية التعليمية، إضافة إلى عدم وجود منهجية حقيقية لرفع مستوى التعليم من حيث الكادر، عدد الطلبة في داخل الفصل عندما يكون هناك أكثر من 50 طالب في الفصل. ماذا يفعل المدرس أو المعلم أو المعلمة لفترة 45 دقيقة؟ ولذلك نلاحظ هناك تراجع في المستوى الأداء التعليمي لدى الطفل، ولذلك نلاحظ حالة التراجع في تقييم اليونسكو للعراق في الظرف الحالي، يشكل إن علامة فارقة من المحتمل أن يؤدي بنا إلى حالة التدهور العالية جدا. نحن في حالة خطر، أما الخطر العالي فأنا في اعتقادي قادم إن لم تكن هناك برامج حقيقية تسعى إلى رفع المستوى التعليمي، ليس فقط في التعليم الابتدائي وإنما جميع مراحل التعليم بما فيها الجامعات أيضا. أشكرك جزيل الشكر دكتور صباح علو، الباحث والأكاديمي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.